الصدق معناها مطابقة كلامك للواقع، وما دام كلامك يطابق الواقع يبقى لا يجرب عليك السامع منك شيئا كذبا في أنك نقلت الواقع. وهذا يدلك على أمانة تلقي الكلمة وتلقي الواقع ونقل الكلمة. تلقي الواقع أنك أنت تحكم بواقع الشيء لأن الواقع لا يتغير أبدا. ولذلك الكذاب قد يكذب الآن ويكذب غدا فينسى ما كذبه الأمس، ولكن الصادق مرتبط بواقع لا ينسى، فهو حين يتكلم يتكلم عن واقع. ولذلك قالوا إن كنت كذوبا فكن ذكورا، ذكور شوف أنت كذبت قلت إيه، لأن مدام قلت كذب مناقض للواقع يبقى يمكن ما تفتكرش أنت قلت إيه. فإن كنت وصدق الحديث يترتب عليه أن أمانة الكلمة حين تنتقل بصدق لا يأتي شيء يخالف الواقع، لأن مخالفة الواقع تزبزب منهج الله. فإذا جاء إنسان وكذب عليك فيما تعلم يبقى بعد ذلك لا تصدقه فيما لا تعلم، وكذب عليك في شيء أنت عارفه وهو عين كذب، يبقى لما يصدقك يبقى ضيقت على نفسك باب الخبر، يبقى كل خبر هتقوله هتشكك فيه لأنك كذبت في أمر إيه أعلمه وإن كان صادقا. وده ما إن صدق مرة زي الراجل اللي قال إن مضحك عليه وقال الحقر أنا مش عارف إيه وبتاعه، بعدين فعودهم الكذب، فلما جه هيغلق بالفعل قال هيغلق، قال لك ما هو متعود الكذب ده ما الأغرية ولا عينه بيقوشنا بس فقرق. يبقى إذن إن كذبت قد يكذب عليك، وما دام يكذب عليك الألسنة متعددة ولسانك واحد، فإن كذبت بلسان واحد يكذب عليك بألسنة متعددة، يبقى كل الحاجة اللي تصل إلى ذهنك كلها لا واقع لها، وما دام لا واقع لها يبقى ليس هناك دستور لواقع حياتك.